بنجدد الصباح لكم مشاهدينا وكل انضموا ليتابعوا صباحنا لليوم. هلا نادين، نحن وصلنا لفقره، الفقره الحواريه الاخيره لليوم اللي حنتوجه فيها لكل السيدات صحيح. والصبايا، لكل اللي بيحبوا طبعا يكونوا طالعين بابهى طله، وخاصه السيدات اللي بيحبوا يعتنوا باظافرهم اللي هي تعتبر من اساسيات الجمال صحيح. لكل امراه. بتطفي على اليدين اطلاله متميزه بتعكس اهتمام السيده بجمالها واناقتها. لنحكي اكثر بهذا الموضوع معنا بالاستديو الاخصائيه بتجميل الاظافر فاطمه شخيص. يسعد صباحك فاطمة. صباحك يا يسعد رب. صباحك، نورتينا. صباحك يا رب، حياتي، ميرسي. فاطمة، بدنا نحكي قبل نحن ما نحكي عن أي ديزاين أو أي لون أو أي شيء، لازم تكون الأظافر أكيد صحية ولازم تكون تماماً. سليمة. بالضبط. فكيف نحن لازم نعتني بأظافرنا ولحتى نحن نقدر يعني نعمل لها طبعا ديزاينات أو ألوان على الأظافر؟ هلا مثل ما بتعرفي حياتي إنه نحن لازم نهتم أكثر شيء بالغذاء. لحتى تكون الأظافر سليمة لازم يكون الجسم سليم، والصبية لازم ترجع مثل ما قلنا على موضوع الغذاء. لازم أهم شيء تاخذ مكملات غذائية مثل الأدلت فيت، مثلا إن أتش كير، هو كتير منيح للأظافر، للشعر وحتى للبشرة. يعني هيدي المكملات الغذائية نحن كمان بنقدر ناخذها من خلال الأكل، يعني هيدي مكملات بتبقى البروتين، الكالسيوم، الكالسيوم، الحليب، البيض، هيدي القصص بالضبط. كلياتها. هلا إذا بدنا نحن نلجأ لموضوع تجميل الأظافر، لازم الأظافر تكون صحية لحتى نحن نقدر نشتغل فيها وتكون هي يعني نهتم بجمالها أكثر. خلينا نحكي عن موضوع العناية فيها قبل التجميل، تحضير يعني لتجميل الأظافر. إيه تماما، نحن لازم نحضر كتير منيح الظفر، نحن ما لازم كتير نبرده. نعم. ونبرده كتير منيح قبل ما نحط المواد. لازم نأسس بيس، نحط مونيكير تمام. مثلا أو بيس كوت. نحن نعم. نبرده بشكل صح بطريقة معينة تكون منيحة. أنت فيكي تبردي على أي نوع ظفر ولا في أنواع محددة لازم يتم يعني البرد عليها؟ على الظفر الطبيعي. الظفر الطبيعي. طب إذا كان في عندك ممكن يكون ظفر خلينا نقول متعب تالف نوعا ما، كيف بتقدروا تتعاملوا مع هيك نوع من طبعا الأظافر؟ هلا أهم شيء نحن لازم نلجأ لموضوع اللحميات، نشيلها بشكل صح لحتى نساعد الظفر انه هو يطول. مثلا نحن بنحط مثل اللي عم نشوف نحن بالصوره هي، اكيد ديزاينات الوان. ايه تماما، هيدا ديزاين رسم، رسم البومه. شكل الاظافر بياثر على طريقه التجميل او لا؟ يعني في عنا شكل ايدين مثلا، شكل الاصابع ممكن كمان ياثر على هذا الموضوع فاطمه. يعني اي صبيه ممكن انه يلبق لها مثلا انه هيدا الموضوع، او بتختاري انت بتقولي انه انت هيك شكل الظفر بيلبق لك؟ ايه بالضبط. هلا في كثير صبايا عم يلجأوا للكت اوفال، اللي هو بتكون كت اوفال. ليه؟ لانه هو بيلبق لك كل انواع الايدين والاصابع. تماما. شو اكثر شيء بينطلب منك فاطمه ديزاينات واشكال يعني لاظافر؟ يعني هلا خلينا نحكي عن صيف 2019، نحن بنعرف اكثر شيء العنايه يمكن بالاظافر تكون فتره الصيف، في الوان، في ديزاينات كثيره. خبرينا عن طبعا اكثر شيء يعني طلب منك هذا الصيف والالوان، يعني خلينا كمان نحكي كالوان واشكال اظافر. هلا بشكل عام دارج كثير الوان الجريئه والستيكرز المائي، بيكون الطبعات لزقات باشكال معينه وباحجام معينه حتى بالوان معينه. وفي درج كثير الاومبري، التدرج الاومبري هو جهاز بخاخ بنبخه على الظفر بصير تدرج، فهو كمان كثير تقنيه حلوه ومريحه حتى لصبيه الاظافر، يعني خبيره الاظافر. في عنا الكات اوفال كتير دارج مثل ما ذكرنا قبل. تمام، حلو هذا الكلام. كمان اظافر القدمين كمان هن لازم يكون في لهم عنايه مثل اظافر اليدين، يمكن تختلف العنايه فيهم شوي. خلينا نحكي بهذا الموضوع، كيف الصبيه بتقدر تحافظ عليهم على اظافرها يكونوا صحيين خلينا نقول، وخاصه بفصل الصيف اللي بنعرف كثير في رطوبه يمكن يتعرضوا لانواع من الفطور او بالضبط. امراض معينه. هلا اظافر القدمين هو في حساسية بموضوع معين من عن أظافر الإيدين. نحن لازم نختار طرق معينة، مثلا لازم ننقع الجاكوزي، لازم نقوم بالجاكوزي مثلا. نحن لازم نحط لهم مرطبات لحتى يتنعم الجلد حوالين الظفر لحتى نقدر نشيل اللحمية بشكل صح.
تمام تمام فاطمة، كل صبية يعني ممكن يلبق لها أي طبعا ستايل من الأظافر ولا لا؟ يعني بتختلف طبعا شكل الظفر من صبية لتانية حسب شكل أصابعها، حسب كمان لون بشرتها على الإيد، باختيار الألوان. خبرينا أكثر عن هاي التفاصيل لحتى تعرف إنه كل صبية تختار اللي بيناسبها. يعني ممكن إذا كانت الإيد مثلا بيضة بتختلف عن الإيد السمراء، ممكن باختيار الألوان أو حتى شكل الأصابع كمان يمكن بيغير عن لشكل الظفر. تماما. هلا مثل ما أنا ذكرت، الكات أوفل هو بيساعدنا بكتير مواضيع، إنه هو بيلبق لكل الأصابع، ونحن فينا نختار مثلا البيضة، الصبية البيضاء، ونختار يكون لون الأحمر، الألوان النارية، الألوان الصاخبة بيلبق لها هيك ألوان، بيلبق لها هيك ألوان تماما، عكس الألوان السمراء بيلبق لها الألوان الفاتحة، البيج روزيل، الألوان الرايقة الهادية. احنا إذا حطينا أحمر رح يكون كتير قوي على اللون. تماما. خلينا نحكي بموضوع الجل، الجلش اللي كثير هلا دارجين عند الصبايا، كيفيه استخدامه؟ يعني هل هو بضر الايدين، الاظافر تحديدا؟ له منافع، له مضار؟ نحكي عنه اكثر. هلا هو بضر بحاله واحده، انه الصبيه ما تكون مجهزه الظفر بشكل كامل. يعني احنا في كثير مواد لازم نحطها لنحمي الظفر من الجل، هو مثلا البرايمر، البوندر، البيس، هدول المراحل نحن بنجهز الظفر فيها قبل ما نحط نعرض لمادة الجيل. وبشكل عام في كذا تقنية للجيل، مثلا الجيل الهارد جيل، الاكستنشن جيل، التيبس جيل او السيلك جيل، هن يعني تقنيات جيل معروفة. وفي الجلش هو اللون الثابت تماما، الثابت. فاطمه خلينا نحكي عنك اكثر، يعني انت صبيه بعمر صغير، يعني عم تشتغلي بهذا المجال، يعني عم نشوف مثل ما عم نلاحظ بالصور انه بده كثير دقه خاصه الرسم، يعني قد ايه صار لك عم تشتغلي بهذا المجال، وانت ليش اخترتي انك تكوني موجوده بموضوع العنايه بالاظافر وتجميل الاظافر تحديدا؟ هلا صارت صدفه دخلتي بمجال الاظافر. أنا بالأصل برسم، فمن وحي لوحات الرسم أنا حبيت إنه أجمع بين الأظافر والرسمات اللوحات. تماماً. يعني بده يكون أي حدا ممكن يشتغل بهيك ديزاينات وهيك رسومات، يعني يكون عنده موهبة مثل ما عم تذكري حضرتك، موهبة بالرسم. بالضبط، لازم يكون في موهبة، لازم يكون في دقة بالرسم. تمام، يكون عنده نظرة فنية يعني. بالضبط. لأنه أكيد هيدا الموضوع في رسومات، في ألوان كمان يعني بيلعب هون اللون. تماما، نحن لعم نتابع هيدا رسم. إيه بالضبط، رسم لولو كاتي. لولو كاتي، مثل ما شايفين يعني فعلا بده دقه مثل ما قلتي، وموضوع انه كثير فادك انه انت كمان ترسمي، يعني تركتي الرسم او لساك مكمله؟ هلا اجباري لما انت تختصي بمجال معين بتنسي مجال ثاني. لا تركت والله، بس حاليا في عندي لوحات بالمركز الثقافي موجودين باسمي. حلو. يمكن هيك طبعا خلينا نقول مهنه وهيك موهبه، يعني فعلا هو موهبه بالنهايه، بتحتاج اكيد لصبر، بال طويل، لانه هلا مثل ما بنعرف يعني الجل والجلش هو اعداد طويله، كنا عم نحكي انا وماها بهذا الموضوع، يمكن صبيه بدها تطول بالها فعلا لتحصل على نتيجه تكون يعني حلوه من خلال طبعا هيك جلسات. خبرينا يعني اكثر عن الصبايا اللي بيكونوا بيختاروا بالجل والجلش، يعني كيف التعامل معهم؟ ممكن يختاروا ألوان، ممكن يختاروا أشكال، مثل بقى كيف أنت بتساعدي الصبية لتختار اللي بيناسبها؟ إذا كان هي عندها حفنة وتطول بالها يعني على القعدة، لكن ناخذ ساعات كثير طويلة. تمام. هلا مثلا إذا هي، أنا بسألها للصبية إذا هي كانت عادي عندها حفلة ولا سهرة، نشوف ألوان الفستان مثلا إذا كان بيناسب سمبل أو ضاجج، فنحن بنركز على الأظافر. إذا كان سمبل الفستان نحن لازم نضوي الأظافر. تماما. هلا إذا بدنا نحكي كل إيمت لازم الصبية ترجع تجدد موضوع، إذا دخلت بموضوع قصة الجل والجلش، كل إيمت لازم ترجع تعطيني فيهم؟ جلسات الريفيلات بتنعمل كل 15 أو 20 يوم. الصبية لازم تزور مركز التجميل، بيكون طولان الظفر عن اللحميات، فنحن نعمل هيدي المنطقة. المنطقة محيطة للظفر. ايه تماما. فظفرك انت عم يطول،
ما بيأثر الجل على الظفر الأساسي؟ يعني لما بيطول ممكن يتكسر لما نشيل الجل، أو ممكن يضعف أو شيء بيتكسر الجل، بس الظفر الأساسي لما بينشال الأساسي الجل الظفر ممكن يأثر عليه إنه يضعف هيدا الظفر أو لا شيء؟ أبدا، لأنه في مواد معينة من بشيل الجل. أول نحن شيء بنلجأ للبرد، برد سطح الظفر كسانتي أو مو كتير، بعدين بنشيله بمادة بننقع بسلوفان، وبعدين احنا بنشيل الجيل عادي عادي ما بيأثر تماما أبداً. ولا بيأثر ابدا على الظفر. يمكن الاكستنشن بيكون اسهل للظفر، ما انه من الظفر الكامل اللي نحن بنحطه. طبعا طبعا الاكستنشن اسهل. الاكستنشن بتنصحي دائما الصبايا ممكن اللي ظفرها قصير بتستخدم الاكستنشن؟ بتستخدم الاكستنشن حتى احسن هو من التركيب الظفر الكامل. الكامل تمام. عروس 2019 يعني اكثر الموديلات الرائجه للعروس، شو عم يختاروا اكثر شيء؟ شو هي الالوان او شو هي الديزاينات يعني اللي عم تكون اكثر شيء للعروس؟ باعتماد الفرنش اكثر لوك تماما تطلع فيه الصبية بأجمل طلة، مع ألوان فستانة مع. بس هلأ نحن فينا نعتمد على فرنش إذا كان رسم أو إذا كان ستراس أو حتى ستيكرز مائي من الصبية خلال فستانة. إذا كان الفستان في حجر كتير في بيات، فنحن ما لازم ما ذكرنا قبل إنه نحن نقوي الأظافر. تمام. يعني اكثر شيء العروس عم تعتمد على الفرنش، على الفرنش ايه، على البيج روزي كمان كثير. هلا نحن كان معتاد العروس دائما يعني كانت بهذا اللون الفرنش، بس نحن شفنا يعني مؤخرا بعض طبعا الصبايا بعرسهم عم يختاروا الوان، يعني نحن عم نشوف كمان احيانا صبيه عم تختار الاحمر مع بدلته البيضاء، وممكن يعني تنسق مع باقي ورد حمراء. لكل صبيه لها ذوق معين، وحتى باختيار الالوان، في صبيه بتحب تكون هي كلاسيكيه حتى بيطلتها بيوم عرسها، بتحب تكون هي كلاسيكيه فبتختار الفرنش. في صبيه بتكون كاجوال، بتحب الشيء القوي الشيء الناري الشيء الملفت، فبتختار الاصفر الاحمر. تماما. يعني كثير هيدا الموضوع يعني مهم لكل الصبايا ولكل السيدات، العنايه بالاظافر. حابه انت فاطمه تكملي بهذا المجال، تطوري حالك فيه اكثر، كونه يعني كل يوم في شيء جديد، كل يوم في تقنيه بالضبط. جديده بالضبط، اي كل يوم في شيء جديد، والحلاوه انه انت لما تكوني خبيره فبتحبي تواكبي الموضه دائما حتى تضلي انت الاولى. أكيد. حلو هذا الكلام. نحن كثير نتشكر وجودك معنا لليوم فاطمه شخيص، خبيره بالعنايه بالاظافر. شكرا كثير لك، ونتمنى لك اكيد التوفيق. وانا لي الشرف اكيد. شكرا كثير لك، واكيد موفقه بشغلك، وان شاء الله يا رب نشوفك يعني باسماء العالميه بعالم الموضه والجمال. شكرا كثير لك. حياتك شرف.